نسمع بس رأي وزارة الأوقاف. هاخد الشيخ سيد علي محمود، اضطر للعمل طباخ متجول. كطباخ متجول. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نحمد الله على كل شيء، نحمد الله على ما نحن فيه، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا مصرنا من كل سوء، ويجعلها زخرا، وأن يجعل رايتها عالية خفاقة. وإن كنا نريد أن تحيا مصر كما يريدها السيد الرئيس، فكيف تحيا مصر وأبناؤها الأزهريين المطالبون بتجديد الخطاب الديني وبوعي الناس وتنويرهم وجعلهم قدوة للمجتمعات كلها، أن يكونوا فخورين بمصريتهم؟ لا يكون ذلك إلا بمن يصعد على المنبر ويحدثهم عن مصريتهم وهويتهم وكونهم مسلمون مسالمون وأخلاقهم متحضرون. لن يأتي ذلك كله إلا بجعل الأزهري في مكانته الحقيقية. أستاذي، نحن أزهريون، لابد لنا من أن نكون قدوة. أنا كأزهري لابد لي أن أكون قدوة للناس وأن يقتدى بي. كيف يقتدى بي وأنا أعمل طباخ، وأخي يعمل نجار مسلح، وأخي يعمل سائق توك توك، وأخي يعمل سواق تاكسي؟ كيف يقتدى بي؟ كيف ينظرون الناس إلي نظرة إجلال، نظرة أن هذا أزهري، أن هذا يتحدث عن تطوير، يتحدث عن جعل راية مصر عالية خفاقة، وهو يعمل أعمال ليست يعني تعينه وتجعله في مكانته؟ كيف يكون هذا الأزهري المطالب بالتحضير، المطالب في أن يكون في أبهى صورة، في أن يكون ذات منظر ومظهر جميل، كيف يصنع ذلك كله ب140 جنيه؟ هل ده كله هيعمله له ب140 جنيه؟ هو ده مكانة الأزهري اللي شرب الأزهر في الابتدائي والإعدادي والثانوي والكلية وصعد على المنبر يقول للناس ويفتح عقولهم بالدين الوسطي الذي شربناه من أساتذتنا من علمائنا؟ كيف يكون حاله ب140 جنيه؟ كيف يكون نظرة الناس لي وأنا خريج أزهري أصعد على المنبر أقول قال الله وقال الرسول، أقول للناس إياكم والفكر المتطرف، أقول للناس إياكم والتخريب والفساد، ثم بعد ذلك أنزل من على المنبر لأذهب إلى عملي أعلمهم قال الله وقال الرسول، ثم أنزل أخاطبهم بألسنتهم؟ هذا هو مكانة الأزهري الذي تعلم، الذي كان منذ قليل يقول لي ثم بعد ذلك خلص نزل لنا الأكل، انجز انت أخرتنا، هات يلا يا عم ما تأخرناش. هي دي
المفروض تبقى معاملة الأزهري. ايه الطباخ الهباب ده اللي اتأخر لغاية دلوقتي؟ الطباخ البتاع ده اللي بقى بتاع وغير التريادة نفحتك يا عم الشيخ. انت بركتنا يا عم الشيخ، انت بركتنا بوجودك معنا، املى الاكل البركة. والترياجة والتهكم التي يعني لا تصح ولا تجوز ان يعني يتعامل بها الازهري. ثم بعد ذلك يعني المطلوب مني كرجل ازهري تعلمت في الازهر، شربت الازهر، عندما يبلغون اولادي سن دخول المدارس وانا ازهري ولا ادخلهم الازهر. طيب طبعا ده بيؤلمك نفسيا جدا شيخ سيد. طبعا يا استاذنا طبعا، وده كمان يعني بيخليك تحت الضغط المعيشي على طول والضغط النفسي. طبعا. فيعني ازاي هتوعي الناس وازاي هتشكل وعيهم وازاي هتواجه الافكار الهدامه وازاي هتطور الخطاب الديني زي ما بيطالبك البعض وانت في هذه الحاله العبثيه؟ يعني انا شايف انها حاله عبثيه وحاله ضياع والله يا جماعه، لانه انا شايف كنوز. وشوفوا انتوا يعني بلا يعني حتى لا استثني المهن اللي احنا بنشتغل فيها. يعني ما هو ده لما يقعد يسمع عن الفنان اللي بياخد 45 مليون جنيه في مسلسل هيعمله في شهرين، وفي الشهرين بياخد 280 جنيه. وحتى لو سمع، عشان ما يستثنيش نفسنا يعني، مرتبات الجميع في الإعلام وفي الكورة وفي ومن يشكلون وعي الناس واللي بيحصنوا المجتمع بياخد 140 جنيه. هل ده معقولة؟ وهل نستحق ان احنا نعيش لو سيبنا هذه الأمور بالشكل ده؟ ده هيخلينا